اللي يمكن يلقى ما يلقاش فيه الضغط، يعيط لهم وراه غادي يجاوبوا وغادي يقولوا له شنو غادي يدير. نفس السؤال، واش الطوارئ غادي تبقى؟ واش الطوارئ غادي تبقى؟ واش الحجر الصحي غادي يتواصل؟ واش كاين التمديد ولا لا؟ حنا قلنا لكم مازال ما كاينش شي واحد اللي عنده الخبر الصحيح، ولكن حنا تنشوفوا غير بناء على المعطيات اللي كاينه. اليوم راه تسجلات اكثر من 100 حاله جديده، وحنا ولينا نشوفوا الحالات ولات غير في المخالطين، دوك الناس اللي قراب ليهم، وهادي يعني بدينا تنتحكموا اكثر في هاد المرض. خصنا مازال نزيدوا، النهار اللي تبداو تسمعوا بان ما كاينش سجلنا صفر حاله ويتكرر هاد الرقم هذا واحد جوج ثلاثه د المرات، وهذيك الساعه عرفوا بان الفرج قريب ان شاء الله. فوقاش العطلة؟ ايوا، وهادي شنو غادي نسميوها هادي؟ هنا جالسين دابا خصنا ملي ندخلو ناخدو عطلة. ايوا ما نعرف، ما عنديش جواب على فوقاش العطلة. انا عارف بان القراية غادي تبقى مازال مستمرة، ونستمر شوية في القراية. واش الحجر الصحي غادي يدوز بالنسبة للمقاولين الذاتيين؟ راه طرحنا السؤال اليوم على السيد يوسف اللي كان معنا، اللي هو ديال الوزارة المالية، طرحنا عليه هذا السؤال هذا بهذا الشكل. دوك المقاولين الذاتيين، ياه المقاولين الذاتيين حتى هما إلا كان تعرض النشاط ديالهم للوقف بأنهم كانوا خدامين وتيخدم فريلانس هنا وهنا وهنا، فيمكن له يستافد، غادي يمكن له يستافد مع هاد الناس هادو ديال المرحلة الثالثة، يدخل ويتسجل ويعطي الإثباتات نتاعو ويقول شنو كان تيدير وشنو هادي وفوقاش وقف النشاط نتاعو، حتى هو غادي يستافد. قال لك بغيت نسول واش داك الميساج اللي وصلني بعد ما تسجلت، قالوا لي بان الطلب ديالي تسجل وغادي يتم اخباري برساله نصيه لاحقا، واش تيعني انني تقبل الملف ديالي؟ قالوا لك تقبل، على شنو غادي يقولوا لك تقبل وما تقبلش؟ الرساله النصيه تيسالي وتسجل، نهار غادي يسالي وتسجل غادي تجيك ديك الرساله النصيه مع الكود ومع هادي باش تمشي تصرف المساعده ديالك. يمكن للشخص اللي ما مزوجش يستافد من هذا الدعم الا عنده ليلة ساكن بوحدو؟ علاش لا، حتى هو راه يشكل اسره، غادي يستافد من 800 درهم ديال الدعم، ولكن راه غادي يدير الاثباتات نتاعو فين ساكن. ما يمكنلوش يكون ساكن بوحدو هذا الشخص اللي ما مزوجش، زعما هو ما مزوجش شي، وراه كلهم الشباب ما مزوجي شي، راه عدد كبير ديال الناس ما مزوجيش، ولكن كاين اللي راه ساكن مع دارهم. راه الاسره اللي غادي تستافد ماشي الفرد، الاسره ديالهم اللي كتستافد من الدعم. الا كان مقيد مع الاسره نتاعو، راه رب الاسره اللي غادي يجيب ديك البركه ويحسبوا معاهم، ولكن الا كان هو ساكن بوحدو عايش بوحدو سميتو عنده الاثبات نتاعو بانه ساكن بوحدو كاري ولا هادي، ولا تعرفو قد عنده لادريس ديالو بوحدو، راه غادي يعمر كيفو كيف الناس وراه غادي يستافد. وبقيتو شادين في هذا اللي تيكمحلو ليه الشرجم في الكوزينه، تحياتي لك كبير القلب. ايه واش غادي نديرو لهم؟ هذاك الشيء راه خرج هكا كعفوي، زعما باش نقول لكم خرج عفوي، لان تنشوفوا الدراري والدريات وداك الشيء وهذا، والله يكون لهم في العوان، وهذه يولي ما قدرش يقطع، هي بعدا فرصه باش يحيد كاع الكارو، يحيد داك الشيء اللي مبلي به، وهذه افضل ما كاين هو هاد الفرصه هادي، انه يحيد فيها داك الشيء كله كاع اللي مخربق له الدماغ ديالو، مخربق له هادي، ويلقى راسو بانه حيد هاد الشيء، يلقى راسو حيد بزاف ديال الحوايج. ايوا ولا ما كان شيء غير المهم يخرج شي والسلام، يشوف كي يدير، يقلل بعدا من داك الشيء هذاك ديالو باش ما يبقاش يدخخ انه خارج له من الدار وخارج للعائله وهادي. واش غادي نقولوا له؟ ملي نسالي وعاد نشوفوا مع ديك الساعه وثاني طرق اخرى باش يمكن له حيد الادمان، لان الادمان كيف ما بغى يكون هو صعيب،
ما مزيان شيء. كيفية تسديد فواتير الكهرباء والماء؟ تسددهم بالتليفون، راهي بالتليفون تيمكن لك تخلص الماء والضو. وإلا ما عندك شي هذيك لابليكاسيون ما تتعرف شي وما عندك شي الحساب وهادي، أنت جالس ما يقطعوا عليك لا ضو ولا ما، أنت يسالي هاد الشي وسير خلص كل شي دقة واحدة. ان بور توس توس بور ان، بجميل هاد الكلمة هادي بصح، لان في لي دو سونس خصنا نكونوا كنا من اجل واخا غير فرد واحد في وسط المجتمع نتاعنا، والمجتمع نتاعنا كله عاوتاني تيخصو نفس الشيء، والفرد عاوتاني اللي هو تيقول غير انا تا هو خصو يكون دابا كله مع المجتمع نتاعو، لان هكا باش يمكننا نخرجوا من هذا الشيء. عفاك سي الغماري، راجلي كنيتو اقشبيل وفي السماره اللي عمر، واخا واش نعاودو نسجلو ولا شنو؟ حيت ما جاوبوناش بالرفض. ما جاوبوكش بالرفض، راه الملف ديالك تيتدرس، ما قالولك شي راه الرفض ولا كاين، ما قالولك شي مرفوض، اذا الملف ديالكم راه تيتدرس وغادي يشوفوا له واحد الحل. وقتاش واش غادي تزاد لا هذا تا هما الحجر الصحي، واش غادي تزاد المده ديالو؟ الله اعلم، هذاك مرتبط بشنو، كيفاش حنايا غادي نتصرفوا، كيفاش نلتزموا بهذا الحجر الصحي الا بغينا نساليو دغيا. كنت خدامة وملي حبسونا ما خلصوناش في الشهر اللي في الشهر اللي فينا هو في الشهر اللي فات، ما عندناش ضمان اجتماعي، ما عنديش راميد، ممكن تجاوبني واش نستافد؟ ايه غادي تستافد مع هاد الفئة هادي، ما عندكش الراميد وما عندكش اي سي ان اس اس، كنتي خدام وما خلصوكش في الشهر اللي فات، غادي تقيد راسك بانك فين كنتي خدام وعطيهم المعلومات حتى انت تدخل لديك البوابة ديال تضامن كوفيد بوان ايما، دخل لها وعمر لونكيت ديالك وهادي، ودير داك الامور غير بشويه عليك، وعطيني جميع المعلومات في الاخر ملي يقولوا لك طلبوك تما تسجيلو، عارف راسك راه غادي يدرسوا الملف ديالك حتى انت تستافد. واش من بعد المشاكل في ازدحام، وراك عارف اجواء رمضان المبارك، والى تمدد الحجر الصحي في رمضان واش ما غاديش تكون بعد المشاكل من الازدحام، وراك عارف اجواء رمضان المبارك، واش الدوله كتخطط لهذا الشيء باش في حاله تمدد الحجر الصحي؟ الدوله راه خدامه، كون ما كانتش الدوله خدامه وتتخطط وعارفه، كون راه ما انت تتشوف دول وحده اخرى اللي كنا حنايا تنقولوا راه ما عارفين واصلين، انت شفتيهم شنو وقع لهم؟ لان ما فكروش في هذا الشيء، وكانوا تيقولوا لا واقيلا راه غادي يدوز، ولا راه عندنا حنايا واعرين، وعندنا الاطباء والمستشفيات واعرين، وعندنا الفلوس، وعندنا الاورو، وعندنا الدولار، وعندنا هادي، ها هما كتشوف فين واصلين وشحال ديال الاعداد ديال الناس. الدوله خدامه وعارفه راسها شنو تدير، وإلا كنا محتاجين للتمديد ما غادي يكون التمديد، غادي نزيدو نمددو. الله يخليكم، بحال مثلا انا شفت في بعض المواقع ديال التواصل الاجتماعي شي وحدين تيدوزو شي تصاور هما ماشي ديالنا، الا بديتي تحقق فيهم غادي يبان لك بان ماشي ديالنا، حنايا ما عندناش هذوك الشاطويات ديال المادميكا كلها دايروا واحد في السطح باش يوصلوا لابريسيون ديال الماء، تصاور ديال مصر ومدوزينهم تيقول لك ها الناس كيفاش تيصليو فوق السطوح طالعين كلهم مجمعين تما ودايرين هادي، اللي بغى يصلي يصلي في دارو، واللي بغى يدير شي حاجه يبقى ملتزم بالامور اللي خصنا نكونوا ملتزمين بها. وملي غادي يجي سيدنا رمضان، الا كنا مازالين في هذا الحجر نتاعي، كل واحد يصومو ايمانا واحتسابا، وكل واحد يدير داك الشيء اللي مولف تيديرو، وغادي نبقاو في الحجر، وما غادي تكون، لان راه كاينه السلطه وكاين القوانين، وراه كلنا نهار راهم تيوقفوا عدد ديال الناس واللي تيديروا لهم البروسيات نتاعهم، وكاين اللي تيصيفطوه لعند الوكيل تيدوز باش يدوز قدام المحكمه. تاتجي ما فيهش المزاح، هذه راه الصحه، صحتي انا، صحتك انت، صحة الاخر، هادي ما يمكنناش غادي نبقاو تنستهترو، حتى لا نبقاو نستهترو بهاد الشيء هذا.
حنا في مدرسة عمومية ما بدلو معانا تا مجهود. في مدرسة عمومية شوف راه الدولة راه هي وضعات الأمور، غير سير قلب عليها، تلميتيس ما كاين من غير تلميتيس، كاينين منصات بزاف ديال اللي بغا يقراو، عندك المقرر ديالك قرا فيه، كل مادة عندك المقرر ديالك والدروس ديالها متابعة، سير معاهم دقة دقة الله يرضي عليك، باش يمكن لك توجد راسك وأنك تستافد بعدا من هاد الفترة هادي ديال الحجر. ما بقاوش يدينا غير في اللعب والنعاس، وقلت النعاس بالليل والنعاس بالنهار وما نحضروا حتى لحاجه. الدروس راه كتبدا في القناه ديال الرابعه ولا القناه الثقافيه، راه كتبدا فيها من 8 ديال الصباح تيبداو الدروس، وانا تنشوفهم ديال جميع المستويات وجميع المواد كلها تيدوزوها، وجلس ديك الساعه قدام هذيك التلفازه شوف البرنامج نتاعهم فوقاش غادي يكون الدرس، دخل الانترنت قلب شوف فوقاش غادي يكون الدرس الفلاني واجي جلس فيه تما تستافد مزيان. ما نبقاوش نقولوا لا وحنايا ما دارولناش، حنايا المشكل كلشي ديما عند الاخر، قضي باللي كاين. ايوا شنو الحل؟ هاوما ما داروش معاكم الحل. هو شنو الحل؟ انت ما دير حتى شي حاجه، وها ما عندك باش يمكن لك تقضي، باش يمكن لك بعدا على الاقل تصوفي راسك وتكون واجد حتى نتايا ان شاء الله ملي ندخلوا للمدرسه. الله يجازيك بخير. واش المدارس خصوصيه من حقها تطلب منا تسديد النقل المدرسي واخا الوليدات؟ دابا تنقولوا واش من حقها تطلب منا، واش طلبوا منكم انك تخلصها؟ راكم سمعتوا ديك الخطره الوزير وهضر على هذا الموضوع هذا، دابا حتى واحد كاين اللي ما طلبوا منه لا يخلص ولا حتى شي حاجه، مزيان انهم ما طلبوا منه لا يخلص ولا حتى شي حاجه. اييه كاينين مدارس تيتساعدوا، كاينين اللي طلبوا منهم يخلصوا، ولكن الا ما عندوش باش يخلص راه ما يخلصش. نساليو الجائحه وديك الساعه نشوفوا واش نخلصوا ولا ما نخلصوش، ولا شنو غادي نديروا ولا شنو ما غاديش نديروا. هذا هو اللي مهم، هادشي اللي خصنا نكونوا كان ايجابيين في التفكير نتاعنا، ما نكونوش غير سلبيين. ماشي كنوقفوا غير عند ويل للمصلين، راه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. راه ما نوقفوش غير عند طرف من الحاجه. هي الا قالوا لك راه كاين في الكلام كاين اخذ وعطاء، واش كاين شي واحد غادي يهرب من الخلاص ديال ولادو د القرايه وملي غادي نجيو نخلصو؟ راه ديك الساعه نقولوا لهم اخويا انا ما كانش ترونسبور في هذه المده هذه اللي كنا جالسين فيها. اييه شهر مارس ما مخلصوش، اخويا غادي نخلص لك النص ديال الترونسبور قرينا فيه 15 يوم وصافي، ولكن الواجب الشهري راه فينا راه غادي نخلصو. واش كاين تمديد الحجر الصحي؟ يهضرنا عليه بصح كاين. واش ما بقيتيش في الاخبار؟ لا انا مازال في القناه الثانيه، غير كل مره وشنو تيطلبوا مني شنو غادي ندير، فهمتي؟ كنت مده طويله ما بقيتش تندير الاخبار لان كانت عندي مهمه داخل القناه الثانيه ديال اداره قسم الرياضي باش نطوروه ونقادوه شويه. درنا مجموعه ديال الحويجات وكانت عندنا مجموعه ديال المفاجات اللي كل ما جاتش هاد الشيء ديال كورونا كنتوا غادي تشوفوا برامج بوجوه جديده وبهادي اللي خدامين على هاد الشيء ان شاء الله، وهذا من ان شاء الله غير يحيد هاد الشيء وتبدا الحركه الرياضيه. غادي نفاجئكم في القناة الثانية بمجلات رياضية جديدة ببرامج رياضية لأن خصنا نديروها. كنت خدام. اييه هادو الناس اللي قال لك كانوا خدامين ما خداو حتى شي حاجه وهما وقفوا نهار 14 في الشهر وقفوا. واش ديكلاراكم خصكم تكونوا تتشوفوا بالنسبه اللي الناس اللي خدامين واش مديكلاريين في السي ان اس اس ولا ما مديكلاريين شي؟ الا ما كانوا شي مديكلاريين واش عندهم الراميد ولا ما عندهم شي الراميد؟ الا ما عندهم لا هادي لا ديك ولا حتى شي حاجه ينوضوا يتقيدوا مع هاد الناس هادو اللي بقاو هاد الاخرين هادو ديال المرحله الثانيه ديال عمليه التضامن كوفيد، يدخلوا لتضامن كوفيد .ما.
بالنسبة واش غادي تكون مع رشيد علالي في حلقة رشيد الشو من الدار نهار الجمعة؟ لا لا لا، هو غير دوز داك سميتو قديمة هذيك، راه هذيك 4 سنين هذاك باش كنت دازت معاه. هادي شحال ما كانش، ما كنصوروش البرامج هنا دابا، حنا خدامين كل شيء في القنوات كلها، الاعلام العمومي راه ما خدام غير على هاد الشيء، هذا خدام غير معاكم هي تنشوفوا باش نوجهوا ونوعي ونهضروا مع الناس ونعطيهم الاخبار الصحيحه في هاد الظروف اللي هي صعيبه، حنا ما مساليينش لداك الشيء دابا. بالنسبة للطلبة الجامعيين شنو المصير ديالهم؟ بالنسبة للتعليم الجامعي والتعليم العالي والتكوين المهني إلى غير ذلك، ما هضرناش فيه مع الوزير، ولكن راه ضربنا معاه موعد بالنسبة للجمعة القادمة إن شاء الله، الجمعة الجاية راه غادي يكون معانا، وراه عطانا الوعد باش غادي نجي ونكملوا، غادي نديروا حلقة واحدة أخرى عاوتاني على التعليم، لأن كاين بزاف ما يتقال في هذا الموضوع هذا، وفيه كثير كثير ما يمكننا نطرحوه من اسئله، وغادي نطرحوا الاسئله نتاعكم، شنو مصير التعليم الجامعي والناس والطلبه اللي تيدرسوا في المؤسسات الجامعيه والتعليم العالي والبحث العلمي الى غير ذلك. انا خالتي ما بقاتش خدامه بسبب الحجر الصحي، بغيت نعرف واش غادي تستافد، ولا حيت هي ممزوجاش ولكن دارها بوحدها، غادي تقيد. هي راه عندها واخا بوحدها ما مزوجاش، الا عايشه بوحدها فهمتي، ما محسوباش على دارهم، ماشي مساله ما محسوباش على دارهم، وما عندها شيء واقفه من الخدمه، غادي تقيد وغادي تقيد وغادي يجاوبوها. بزاف تيسولوا على رقم 12 12، تيقول لك ما تيجاوب شيء. راه ميم راه خصكم تعرفوا شحال من واحد اللي تيتصل بداك رقم 12 12، راه عرفتيش؟ خصكم تعرفوا شحال من واحد من تيلي اوبيراتور اللي خدام ديال دوك لي سونتر دابيل وهادي، اللي راهم ولاو خدامين في هذاك، خدامين غير مع 12 12، بزاف. وخصك تعرف شحال ديال العدد ديال الناس اللي تيتصلوا، وكاين اللي تيتصل تيدير هادي ويجي عاوتاني عيط لهم، اجي واش ندخل الرقم فين؟ قالوا لي ندخل الرقم، تيقولوا له ويا سيدي عاوتاني بدا عيط عيط عيط. ايه هو راه دخلت داك الرقم، ولكن راه قال لي مازال ما كملتيش، وما يمكنش ما يمكنش غادي نتعاملوا بهذا الشكل هذا. دونك الواحد يريت شويه يسول من جهه واحده اخرى ويشوف الا عنده المعلومات كلها ديالو صحيحه وضعيته سليمه، حيت كاينين عاوتاني اللي راهما خمسه الناس في اسره واحده ومختلفين في السن، وتيجي وتيقول لك لا لا حنا بخمسه بينا كل واحد خصو يستافد، لا انا بوحدي ولكن كاري عند با، ما يمكنش شيء. لا زعما خص شويه عاوتاني ديال، راه نعرفوا بان راه الاسره اللي كتستافد ماشي الفرد، كل واحد تيهضر على راسو، ما كاينش شي واحد اللي تيسول السؤال وتيقول لك الاسره ديالي مكونه من شحال شحال شحال، كل واحد تيقول لك انا 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 بوحدو هو اللي كاين، واخا الناس اللي عايشين معاه ما تيهضرش عليهم، كل واحد فيهم تيقول لك بوحدي انا، لا ما يمكنش. خصنا نفهموها ونديروها في راسنا، راه للعائله للاسر، دعم للاسر. كورونا علمات الكل روح التضامن بين الناس وبين الاسر، صحيح صحيح انها علمت الناس التضامن وعلمتهم كثير من الاشياء اللي علمتنا، ورات المعدن ديال الناس كيف هو وشنو تيديروا. بصح وعند الشدائد تعرف الشهامة ديال الناس، وراه الحمد لله كاينين الناس اللي واقفين والمجتمع المدني خدام، والناس اللي تيديروا الخير بلا ما تيطبلوا له ولا حتى شي حاجه، وغاديين وتيعاونوا وهادي وعن بعد، والناس اللي
والناس اللي حتى هما تيعاونوا تيعطيو من مالهم فهمتي ويمشيو ويعطيو للصندوق وشحال من واحد هز تليفونه وهذه. وغير انا تنقولها لكم انا هنايا شوف كل واحد نهار تجي شي حاجه يقول عرفتي شحال هذه ما صدقت وصدقوا غير 10 ديال الدراهم ديرها وحطها انت تما غادي تعاون بها شي حد شي مراه ولا شي راجل ولا شي اسره ما عندها شيء وما في حالتها شيء راه غادي توصلك وانت غادي تبقى بضميرك مزيان مع راساتك. كاين بزاف هضرنا عليهم اللي تقادات له لاكارت ناسيونال اللي تقادات له لاكارت ناسيونال نتاعو ماشي مشكل لان ماشي غادي يقولوا له سير صاوب لاكارت ناسيونال وعاد اجي باش تستافد. عنده شي ورقه فيها النمره ديالو ياك هذيك النمره اللي عنده يمكن له يديرها واخا مقاضيه. عنده الحاله المدنيه عنده باسبور عنده شي عنده بيرمي عنده شي وثيقه تثبت شكون هو غادي يدير هذيك الوثيقه اللي كتثبت شكون هو صافي هادشي راه سهلو الامور. علاش ما بغيتيش تقرا السؤال ديالي عيط نصيفطو ليك ونعاود. سمحي لي حاجبه 570 الله يخليك الا ما عاودي صيفطيه ما شفتوش شي لان ما يمكنليش نشوف كلشي تنكون تنهضر وداك الشيء تيبدا يطلع سميتو راه كاين تقريبا شي 700 حتى 800 الناس اللي كاينين معنا تيشوفوا اللايف دونك ما عاودي صيفطيه ولا بان ليا راني غادي نقرا راه والله ما تنديرش الاستثناء اللي كاين تنقرا. هذا نفس السؤال دابا صيفط شي 15 اليوم دابا باش صيفط بابا هو مصحاب الرميد مازال ما توصل بوالو غير يتسنى الا كانوا تقبل الطلب ديالو راه غادي توصل الا عنده الامور ديالو مقدره غادي توصل. السلام عليكم تسجلت في البوابه مازال ما توصلتش بالاس ام اس ومنين كنتصل بالرقم 12 12 ما تيجاوبوش وفي الغالب ما خدامش. لا لا ماشي ما خدامش عليه الضغط بزاف ما بقاوش ما كونوش عدميين لا غير حيت عليه الضغط بزاف ما لا 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 بلا قياس. وفوق من هذا الشيء لا تسجلتي وتسنى يلا تسجلتي خليك تتسنى راه غادي يكون الجواب. مره اخرى الله يخليكم بغيتكم غير على هذاك لو كونط اللي راه تيقول اللي كاين تحت الصفه ديالي في الانستغرام بغيتكم الله يخليكم باش تسينياليوه هذاك لو كونط اللي كاين تما عندكم فبغيتكم تسينياليو لي هذاك لو كونط حيت سميتو هو هذا اللي تيقول لك راه تيدير بحالي داير حتى هو التصويره هنايا ها نتوما تتشوفوها دايره هنايا وكاتب هو كاتب romary.salahdin.officiel ومره تيحيد اوفيسيال مع البوان مع الاو كل مره كيف المهم تيوضع الصوره ديالو تيقول لهم هذا هو الحساب ديال فلان وراه تيوضع واحد الرقم تما تيوضع واحد الرقم اللي هذاك الرقم كنا عاطينو للمواطنين هادي شحال وهذاك الرقم تبلوكا وعطينا رقم جديد اللي تيصيفطوا لنا فيه الاسئله وهادي وتيقول لهم ها هو وتيقول لهم هذا هو الحساب الوحيد. الله يخليكم الا ما سينياليوه ملي تلقاو شي كونط ماشي ديالي الله يجازيكم بخير ديروا فيا هاد الخير هذا الاصدقاء والصديقات اللي كاينين معنا دابا نعول عليكم ياك. كاين سميتو من الاسئله
لا علاش غادي نصرفقو؟ قال لك انت تقدر تلقى شي واحد خارج الزنقه بلا سبب تصرفقو. لا علاش غادي نصرفقو؟ كاين لسان، كاين الكلمه، فهمتي شنو؟ كاين كلمه طيبه راك غادي تقنعو بها، وغادي ترجعو الطريق، وغادي يفهمك. حنا ما تنضربو ما حتى شي حاجه، بالعكس حنايا عندنا غير واحد الشويه ديال بغينا حتى حنايا نخرجوا من هادشي، بغينا هاد الحجر الصحي يسالي، وبغينا هذا، ولكن ما يمكنناش ندي، ما يمكنلوش يتسالى الا ما ضفرناش كاملين، ولا ما كناش كاملين يد وحده وتنفكروا بنفس التفكير. اللي مشات ليه لاكارت ناسيونال ماشي مشكل، واش ماشي مشكل؟ لا ماشي مشكل، واخا مشات له لاكارت ناسيونال يدير النمره ديالها، ولا الا عنده الروسو ديال لاكارت جديده يدير هذاك النمره، لان ما تيتبدلش الرقم ديالو ديال لاكارت ناسيونال، غادي يديرو وغادي يستافد. ونهار فاش يبغي يمشي يسحب الفلوس نتاعو يدي اي وثيقه اللي كتبت لي فيها واضعين له الرقم ديالو ديال لاكارت ناسيونال، شي وثيقه واحده اخرى، شي بيرمي ولا باسبور ولا شي كارت بروفيسيونيل عنده ولا هادي، غادي يديها وغادي يخرج بها البركه ديالو. تحية ليك من الريصاني، تنشكر الناس ديال الريصاني ومنطقة تفيلالت كلها وجميع المناطق المغربية، أنا تحية لكم جميعا، والله يخليكم كلها يبقى في داره. أنا هو اللي كنت نقدم الخبر قبل من